اوكي نبدي بالنوع الثالث او الاناليسيس الثالث الثيرد اناليسيس اللي هو السكاترينج ماتريكس. سكاترينج مينز يعني الترجمه مالتها التشتت او التشتيت. هنا راح نشوف شنو نقصد بها. نخلي فولتي بطرف راح تتشتت على بقيه الاطراف، وبالتالي يسموها السكاترينج ماتريكس. يعني تشتت تقصد هنا راح يكون بها انسيدنت ريفلكتد، وبالتالي راح تشوفون انهم تسميه سكاترينج اجت من باب انه فولتية انسيدنت فولتج اند ريفلكتد فولتج. اتلو خلينا نجي على بعض الملاحظات. اتلو فريكوانسي A linear device or network can be fully characterized using an impedance or admittance matrix which relates the current and voltages at each device terminal to the current and voltages at all other terminals. الملاحظة الأولى يقصد بها أن الترددات الميكروية القليلة أو الترددات القليلة. هنا linear device يعني نقدر نسوي full characterization يعني وصف كامل أو دقيق للعمل مالته باستخدام الimpedance والadmittance matrix اللي تربط تيارات وفولتيات اي طرف فولتيات وتيارات الاطراف الاخرى. عند الترددات العاليه تكون استخدام الزي اند واي ماتريكس يعني اكو مشكله، بس هم ممكن ان نستخدمها بالمايكرويف. راح تشوفون هذه الاشياء to measure and total currents and voltages instead we can measure the magnitude and phase. احنا وضحنا لكم على الترانسميشن لاين بالخاصه بايام المحاضرة الأولى من القناة بالشعبة داخل الصاب، إنه قلنا لكم الأمبليتيود يتغير وبالتالي على الترانسميشن لاين، وبالتالي كل نقطة لها فيز مختلف. وهنا راح يصير عندنا بما إنه فولتية وبها فيز ويختلف مع المسافة، إذا راح تكون تعامل معاملة الموجة الويب، وبالتالي راح يكون بها في بلس أند في ماينس. الفي بلس مثل إن هي الإنسيدنت والفي ماينس مثل إن الريفلكتد. وراح نشرح لكم اياها ونسميها بالسكاترينج الانسيدنت والريفلكتد ويفز. These relationships are completely represented by the scattering matrix. راح نشوف السكاترينج matrix اللي هي الاس matrix that completely describe the behavior of a linear multiple board device at a given frequency W and given line impedance Z0. هنا هذا السيركت مالتنا لو نجي عليها تشوفون لو نجي نرسمها بالبورد مالتنا. هنا راح تكون عندنا سيركت بهذا الشكل اللي درون نجي عليها هم نجي ناخذ عفوا بورد سيركت. ونكمل الرسم بعدها. بعد ما كملنا الرسم واشرنا كل الاشياء عليها المهمه، هنا هذه هي السيركت. تنتهي طبعا السيركت بهذا المكان، هذا اطراف السيركت، هذا اطراف السيركت، وهنا جينا ربطناها على ترانسميشن لاين. هذا الترانسميشن لاين زي نوت كاركترستيك امبيدنس. حتى نربط السيركت للعالم الخارجي او للدوائر الاخرى نحتاج ترانسميشن لاين يربطنا ويا الاطراف الاخرى، هذه الزي نوت هنا. فهذا كله ترانسميشن لاين الى كاركترستيك امبيدنس زينوت حتى نربط الدائره ويا اطراف اخرى. هنا عندنا طبعا اشرناها البي 1 البورت الاول، البي 2 البورت الثاني، البي 3 البورت الثالث، اند سو اون. اوكي الفولتيه الداخله راح تشوفون الفولتيه الداخله هي البي 1 البي 2 نقول عليها الانسيدنت، البي 3 بلس طبعا ال V4 plus ال V4 plus. الفولتيات الراجعة هي طبعا ال V1 minus ال V2 minus ال V3 minus ال V4 minus. هذا اللي نقول عليها الماينس اللي هي reflected. البوزيتيف هي تمثل لنا شنو؟ تمثل لنا ال reflected او تمثل لنا البوزيتيف تمثل لنا الانسيدنت ويف الانسيدنت كرنت ويف او الانسيدنت فولتج ويف. بعد ما رسمنا ووضحنا التفاصيل مال الدائره مال حتى نجي نحسب السكاترينج ماتريكس لها، نرجع لبعض الملاحظات بالسيركت. Note that we have now characterized transmission line activity in terms of incident and reflected waves. The negative going reflected waves can be viewed as the waves exciting the multiple port network or device. Viewing the transmission line activity this way, we can fully characterize a multi-port device by the scattering parameters. يعني
من الملاحظتين انه نقدر من خلال ربط الترانسميشن لاين نقدر فول كاركترايز ذا مالتي بورت نتورك باستخدام شنو؟ باستخدام السكاترنج بارامترز. حتى نجي نحسب السكاترنج ماتريكس بنفس الطريقه اللي حسبناها بها الزي والواي، شو اللي نسوي؟ نحيز او نسوي اكزايتيشن البورت والبقيه انه شو نسوي لها؟ نسوي لها زيرو. فهسه نجي للسيركت مالتنا اللي بالدار. هنا عندنا هذا المثال، اذا هنا عندنا الاكزايتيشن راح يكون V1 بلس V2 بلس V3 بلس V4 بلس، هذا اللي يمثل لنا هنا الاكزايتيشن. يعني نجي نحفز كل واحد عندنا مره واحده. اذا نقول عندنا ال V1 بلس ال V2 بلس ال V3 بلس ال V4 بلس، انتبهوا عليها هنا لازم كلش تنتبهون لان اكو شيء راح كانما يعكس النظريه مالتنا، ننتبه عليه حتى نفهمه فيزيائيا. ان هذا السيركت نجي هنا نخلي ال V1 راح ناخذ بس ال V1 يقول عليه exist موجود، والبقيه V2 بلس V3 بلس V4 بلس الزيرو. بس المره ال V2 وال V3 وال V4 هذه تنتبهون عليها زيرو ويفز، ما نتعامل وياها في سيجنالز، يعني اشاره مالتنا. هنا خلينا نجي نقول هذا الرسم مالتنا، هنا نجي على هذا الرسم الاشاره ال V1 بلس ساقطه لهنا، تدخل الاشاره ال V1 للدائره تتفرع، انتبهوا عليها تتفرع تروح كل الاطراف، فصارت عندنا بهذا الاتجاه راح تشوفوها بهذا الاتجاه، صارت بهذا الاتجاه وصارت بهذا الاتجاه. هذا الاتجاه اللي هو شنو عشان نقول عليه بهذا الاتجاه هو ال V-4، هنا ال V-3، هنا ال V-2. حتى من تروح الموجة لازم من تغادر السيركت بدون رجعة without reflection without reflection شنو نسوي؟ لازم هنا لازم هاي الاطراف شو تكون؟ حتى بدون الجاما مالتها يساوي صفر، الجاما 3 يساوي صفر، الجاما 2 يساوي صفر، الجاما 4 يساوي صفر. هنا لازم ننتبه عليها، هنا نتعامل وياها ويفز مو نتعامل وياها اشارات وفورتيات وشورت واوبن سيركت. انتبه عليها الاشاره V1 بلس هي داخله، هذه الاشاره داخله تتفرع ثلاث اجزاء، طبعا بهذا الاتجاه الخارجي هو ال V2 ماينس ال V3 ماينس ال V4 ماينس. حتى تصطدم لازم هنا اكو سيركت، نهايه السيركت حتى بدون رجعه لازم اكو هنا شنو؟ ماتشد، يعني العفو هنا without reflection، يعني الجاما لازم يساوي صفر حتى ما يصير عندنا شنو؟ حتى يصير عندنا الفولتيه الراجعه هي شنو؟ صفر، حتى الفولتيه اللي راح تكون بهذا الاتجاه تبع عليها الفولتيه اللي هي بهذا الاتجاه ال V-3 وال V-2 يساوي صفر وال V-4 يساوي صفر، حتى بدون ما ترجع الاشاره العفو حتى بدون ما ترجع هذه الاشارات لازم هذا شو يكون عندنا الاطراف ذني؟ هنا الجاما مالت الريفلكشن كوفيشنت لازم يكون الهن صفر، حتى يكون الريفلكشن كوفيشنت صفر لازم ذني يكون الاطراف شو نسميهن؟ ماتشد. هنا هذه الاطراف لازم تكون ماتشد، يعني نخلي لود، نخلي هنا لود يمتصها ولازم يكون ماتشد لود حتى ما يصير عندنا اي ريفلكشن. هنا الشيء اللي راح يصير شوي ينعكس عندنا انه راح يصير من نحيز ال V1 exist راح يعطينا V-2 و V-1 بالبدايه، يعطينا V-2 V-3 و V-4، هذن الفولتيات اربعه يغادرن وصلا للحمل او لنهايه الدائره حتى ما يرجع اي شيء من عندهن، نقول عليه لازم الاطراف البقيه ماجد. فهنا أنا الجاما 4 صفر، الجاما 3 صفر، الجاما 2 صفر، الجاما 1 احنا الجاما 1 عندنا ما من يعني لازم نحسبها، فهسه هنا الجاما 3 جاما 2 جاما 3 جاما 4 يساوي صفر. هذا اللي حتى يساوي صفر لازم يصير عندنا شنو؟ زي ال ماينس زي نوت على زي ال بلس زي نوت، حتى يساوي صفر
لازم ذن الزي ال يساوي الزي نوت، يعني نربط حمل مساوي الخواص مالته للكاركترستيك امبيدنس للترانسميشن لاين. وبالتالي راح يبقى عندنا فقط شنو؟ يبقى عندنا فقط ال اللي هي ال V minus 1 V minus 2 V minus 3 V minus 4. هنا طلع عندنا نوع آخر من السيركت نسميه matched load، يعني قبل عندنا كان open circuit short circuit، هسه عندنا ال matched circuit. هنا نجي نحسب أول شيء من تكون عندنا السيركت مالتنا، هنا من تكون عندنا السيركت طبعا هنا السيركت ويكون عندنا البورت 1 بورت 2 بورت 3 بورت 4. هنا عندنا دخلت البي 1 بلس، هنا دخلت عندنا البي 2 خرجت عندنا، خرج عندنا البي 3 ماينس وعندنا البي 4 ماينس. فحتى نجي نحسب الاس بارامتر لكل بورت تحت تأثير شنو عندنا هنا البي ماينس تحت تأثير ال V1 من يكون عندنا فقط ال V1 exist. راح نجي نسمع نقول S21 يمثل لنا هو الفولتية الخارجة اللي هي المغادرة ال V2 ماينس على يمن تحت تأثير ال V incident الأول. هاي يمثل لنا ال S21. ال S31 نفس الحالة، طبعا السبسكريبت اللي احنا نقول عليه المكانات هنا بنفس الطريقه اللي شرحنا بها الزي، الاخراج الريسبونس هو الاول والاكزايتيشن هو الثاني. هنا يكون عندنا ريسبونس وهنا يكون عندنا اكزايتيشن. الاكزايتيشن هي البي 1 بلس والريسبونس البي 2 والبي 3 والبي 4 ماينسز. الاس 31 يساوي لنا بي 3 على بي 1 بلس، الاس 41 يساوي لنا البي 4 ماينس على البي 1 بلس. وبالتالي قدرنا نحسب هسه تحت تاثير البي 1 وقدرنا نحسب الاس 21 والاس 31 والاس 41. الاس 11 هو الفولتيه الراجعه على تحت نفس الديفايس على البي 1 بلس نفس البورت العفو. هنا نقول عليها الرفلكشن، هذا الطرف نقول عليه reflections او return reflection الرجوع، بينما الاطراف الاخرى نقول عليها transmission، هاي كلها نقول عليها transmission transmission. ليش؟ هذا انتقلت من طرف الى طرف اخر، بينما ال S11 هي الوحيدة اللي رجعت على نفس الطرف. السكاتر ماتريكس سوينا نجي هنا مثلا عندنا ال S21، لو تشوفوا هذا ال S21 هنا نفس الحالة قلناها ال V2 minus على ال V1 plus، بس هنا ضفنا الفيز مال الإشارة. هنا لو تشوفون الفيز هذا مال الإشارة ضفناه اللي هو ال exponential، ضفناه بالبسط وبالمقام، لأن هنا الإشارة تاخذ لو ترجعون لهنا تحتاج شنو؟ تحتاج مسافة تنتقل بها، وهذه المسافة تضيف تايم ديلي اللي هو بالتايم دومين، ويعتبر فريكونسي بالفريكونسي دومين فيز شيفت. وبالتالي نشوف تأثير انه ضفنا شنو؟ تأثير ال exponential او الفيز ريسبونس الأولى والثانية للطرف البسط والمقام. ونفس الحالة من يكون هنا كاتبين we of course could also define say scattering parameters الأي طرف تحت تأثير أي طرف، يعني لو نرجع على دائرتنا هنا على هذا الدائرة، لو هالمرة نقول عندنا ال V3 exist، يعني ال V3 هو الوحيد الموجود، ال V3 exist، هنا راح يصير عندنا V3 minus، هنا راح يكون عندنا V minus، نخلي matched load. هنا فقط عندنا V4 minus وهنا V2 minus V2 minus والبقية هنا V2 plus أو صفر باعتبار match load، V1 plus أو صفر، V4 أو صفر match load.
هنا شلون نقدر نحسب الـ scattering parameter تحت تأثير الطرف؟